وخلال المؤتمر الصحفي أكد شكري أن هناك مبادرات مطروحة للنهوض بمستوى العلاقات المشتركة ولتحقيق التنمية بين البلدين. وأعلن شكري عن الاتفاق بين مصر وأنغولا على ضرورة تنسيق المواقف المشتركة، مشيرا إلى التوقيع على 4 مذكرات تفاهم بين البلدين. التوقيع على 4 اتفاقيات مذكرات تفاهم، الأولى في إطار التعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية في كل من البلدين لتعزيز الصلة بين الكوادر الدبلوماسية وتوفير إثقال مهاراتهم وأيضا التواصل فيما بينهم. الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة تكون معنية بمتابعة تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه وتأكيد دورية التواصل فيما بين البلدين. اتفاق حول المشاورات السياسية لتتيح الفرصة للتنسيق المستمر والتوصل إلى رؤى مشتركة إزاء القضايا السياسية الهامة على مستوى القارة والمستوى الدولي. اتفاق حول إعفاء جوازات السفر الرسمية من التأشيرات المتبادلة في كل من البلدين.